تاريخ اليومين الماضيين كانت ولا تزال بلدية ذو مصبح تعمل بشكل يومي على جمع وفرز نفايات العضوية والغير العضوية، فلم يشعر سكان هالمنطقة حتى اللحظة بمشكلة النفايات يلي عم بيعاني منها بلد مأكبله. ولكن وبقرار من وزارة الداخلية أجبرت البلدية على وقف عملها وبالتالي عن فرز نفاياتها ونفايات المنطقة. والسبب نقلنا على أرض حد شركة الكهرباء مالة ذو مصبح، أرض لقلنا وللإنماء والأعمار، اسم لقلنا واسم للإنماء والأعمار، منحط فيها بس بلاستيك إزاز كرتون نفرزهم ونبعتهم. اللي صار في احتجاج من شخص مستأجر أرض من المطرانية، قالوا 3 سنين مستأجرها $1,000,000 بالسنة، مش عامل شي فيها بعد، بده يردم البحر. وقفونا عن فرز هالنفايات تحت ورجعوا على أساس اتفقنا نحن والمطران مطر اللي هو الأرض مسؤول عن الأرض، اتفقنا نحن وياه إنه بس هالزلم يعمل رخصته نحن موقت، هلأ عم نعمل هالشي موقت. رجعوا امبارح وجوا وقفونا عن جديد، ما بتعرفي ليه، تليفون هلا حاطين نقطة ثابتة تحت. أكيد ما إنه منطقي، يعني في شي محاربة عم بحاربوا بلدية الزوق، حتى إيفن هلا ممنوع يشيل الزبالة وبعد ما حسينا انه الزباله ما انشالت، عرفتي؟ خاصه نحن مطاعم وعندنا زباله كثير، بعد ما حسينا حوالينا ما نلاقي زباله. يعني هلا اذا البلديه ما شالت زباله مين بده يشيلها؟ يعني الدوله يمكن ناسي الموضوع كله سوا. حتى يعني بتطلعي يعني نحن هون مثلا كل شيء بيطلع نفايات بالسنتر بالكذا بنجمعهم، ها عم بيقطع كميون للبلديه هو عم يختص، عندهم حتى جايبين مكانات انه عم يفرزوا النفايات الاشياء العضويه والهواء وكذا. بعتقد انه يعني اللبناني صار يمكن حبلين من موضوع البلد كله سوا، وما بعتقد يعني لازم يلتقى حل الموضوع حل سريع، يعني لأن بطل تحمل إنه كل شيء عم بيصير فرز ما بينحطوا على الطرقات، البلدية عم تتحملها وعم تتحمل ريحتها بقلب البلدية بحد المبنى، البلدية عم بحطوها تما العالم تشم، الدولة ما عم تقدر تلاقي البديل مشلولة ونحن عنا البديل نعمله ما بدهم ايانا نعمله، وين في معقول؟ يعني إذا بتقلك بلدية أنا عم بحط الزبالة عندي بالبلدية واليوم بتطلعي بالشارع كل يوم، يعني سوري من هالكلمة، الشباب بدل ما عم تشتغل شرطة بلدية عم تشتغل زبالين. مين بيشيلها؟ الملاكي يعني تنشيلها؟ وبعد ما كانوا علقوا أمال سكان ذو مصبح على مبادرات البلدية لمعالجة النفايات، يخاف الأهالي اليوم من تغير مشهد شوارع منطقتهم ومما ينتظرهم بعد توقف البلدية عن جمع النفايات. فهل تعود النفايات إلى الزوق مع الروائح والبرغش والأمراض، أم نشهد على عجيبة جديدة فتشعر الدولة بمسؤوليتها تجاه الملف وتطرح الحلول اللازمة قبل فوات الأوان؟ هلأ هالجمعة طلعنا تفاجأنا أنه بدنا نحن ما عم نقدر بقى نستلم كل شيء كراتين، نحن حسب مصلحتنا في كراتين، بنجمع كراتين كتير. هلأ صار في عنا اسم الله شي طن كراتين ومش عارفين شو بقى نعمل فيها، وعم نضبها بالدبو. هلا ساعة الدبو تقريبا جمعة الجاي بفول الدبو، بدنا نرجع نراجع البلدية ما نشوف شو بدنا نعمل فيهم، وإلا يعني يا بدنا نشوف شي محل نحمل هذا ونزته شي محل بدون ما حدا يشوفنا، يعني وين بدنا نروح فيهم؟ يعني هلا بهالبلد ما في شي منطقي، بهالبلد يعني فينا نقول كل واحد كل من ايده إله، يعني خيفانين نرجع نصير مثل هذيك المناطق. مش بزع عم باخذ كورتيزون، تخيل من ورا برخشة أنا واللي بالبيت عندي، أنا مش حالة هيدي، أكيد مش حالة، مش بيقرف أنا بيتي طابق أرضي وزبالة قدام بيتي، شو بدي توقع وانطر بعد أكتر؟ تصمم على الحل هالشي كتير بيأذي الصحة، يعني لبنان واحد بيجي بيفتخر أنا من لبنان، يعني هلأ الشي أنه إحنا عم ما بنعرف كيف نهرب بقى من لبنان. أنه يهموها بقى، يهموها هالرجال السياسي عنا يتحركوا شوي، كل واحد عنده قصر وعنده جناين كبير يحطهم بقلبه، إذا ما بيزعجوا يتركوا، بيزعجوا يشعر مع غيره، يشعر مع الشعب ويشيرهم. ما بدهم سكلين، أوكي ما بدهم سكلين، شو البديل؟ لا بدهم البلدية تشيلها ولا هني بدهم يشيلوها، معناتها شو؟ معناتها بدهم يستفيدوا، بدهم يسرقوا. الحل الوحيد هو السفر،
يا السفر يا يعملوا محارق بكل منطقة محرقة تقيمني فيها. طب خلص ما نزل على الشارع كيف طبنا زبالة يعني منهم؟ ما حدا ما حدا منهم بقى يمثلنا. كنا بالأول نؤمن فينا، هلا ما بنؤمن بحدا بقى خلص. لأنه خذلونا بكل شيء، ما في شيء ضبطه، ما في شيء مشي. رح نتركه هيك، رح وقف أعمل كل شيء، خلهم يبقوا هني يعني، خلى الناس تقوم عليهم. شو بدي أعمل أكثر من هيك يعني.